بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. أيها السادة المشاهدون، حديثنا في هذه المحاضرات عن كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وقبل أن نبدأ في موضوعات الكتاب، أحب أن نقف طويلا عند هذا العنوان: الفهم المقاصدي للسنة النبوية. نريد أن نعرف أهمية علم المقاصد بالنسبة للداعية وبالنسبة للفقيه، وأن نعرف ما هي المقاصد الشرعية أو ما المراد بفقه المقاصد، وأن نعرف أن هناك أنواعا من الفقه الإسلامي المعاصر، صحيح هي موجودة في فقهنا الإسلامي القديم، لكن مع تطور الزمن أصبحت هناك أنواع من الفقه، فقه المآلات وفقه الواقع وفقه النوازل وفقه الموازنات وفقه الأولويات. كل هذه الأنواع من الفقه تخرج من عبأة فقه المقاصد. يعني فقه المقاصد هو الأساس لهذه الأنواع من الفقه. ونريد أن نتعرف كيف نصل إلى مقصد الشارع من خلال الحكم الشرعي، ونريد أن نعرف المدارس عبر القرون في قضية المقاصد الشرعية. حتى لا يطول بنا الكلام، فإن لفقه المقاصد فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى تكوين عقلية الداعية، يعني الداعية الذي يريد أن يغوص في بحار الشريعة الإسلامية وأن يقف على كنوز الأحكام التشريعية التي تلبي حاجة الناس في كل زمان ومكان، لابد أن يكون على علم بفقه مقاصد الشريعة. فقه المقاصد يجعل الفقيه أو يجعل الداعية يدرك الحكم الشرعي إدراكا صحيحا. ينبغي ألا نشغل أنفسنا بالحديث عن الجزئيات، ينبغي أن تستظل هذه الجزئيات الفقهية بمظلة المقاصد التشريعية. بداية، كل ما أمر الله عز وجل به ففيه مصلحة للناس، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فيه مفسدة للناس. الله عز وجل يشرع الأحكام للناس، الله يأمر وينهى، تأتي الأوامر الإلهية في القرآن الكريم وتأتي النواهي في القرآن الكريم، كما تأتي الأوامر في السنة وتأتي النواهي في السنة. هل الله عز وجل عندما يأمر الناس بحكم شرعي هل هذا يعود على الله بشيء؟ الجواب لا، فالله عز وجل غني عن العباد. يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إنما الله عز وجل يأمر بما أمر به لمصلحة تعود إليك أنت أيها الإنسان، وعندما ينهاك ينهاك لمفسدة تعود إليك أنت أيها الإنسان. وعندما تأملنا في نصوص الشريعة الإسلامية لم نجد أمرا أمر الله عز وجل به إلا وفيه مصلحة، ونجد أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فيه مفسدة. فالله عز وجل نهى عن شرب الخمر،
وجدنا أن في شرب الخمر مفسدة، الله عز وجل نهى عن الفواحش فيها مفسدة، نهى عن الموبقات فيها مفسدة، الله عز وجل أمر بأشياء كثيرة كلها عندما نتأملها نجد أن فيها مصلحة تعود إلى الإنسان. والمصلحة في الشريعة الإسلامية تعود على الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هناك مصالح في الفلسفات المعاصرة تعود إلى الإنسان في الحياة الدنيا فقط، أما المصلحة في الشريعة الإسلامية فهي تعود على الإنسان في الدنيا والآخرة. أي إنك عندما تمتثل أمر الله عز وجل فيما أمرك الله به نجد أن هناك مصلحة تعود إليك في هذه الحياة الدنيا وتعود إليك بالسعادة في الآخرة عندما تنتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى الأبدية. ونجد أن الله عز وجل عندما ينهاك عن شيء ينهاك لدرء مفسدة عنك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمصلحة في الشريعة الإسلامية هي مصلحة تشمل الدنيا والآخرة، وتشمل الفرد وتشمل المجتمع وتشمل الدولة وتشمل الناس جميعا. ونجد أن هذه المصلحة مادية ومعنوية. إذن النقطة الأولى أن المقاصد تكون عقل الداعية وتجعلك تنظر إلى الأحكام التشريعية بعمق، وتنظر إلى الأحكام التشريعية باحثا عن المصلحة التي تعود على الناس من شرع هذا الحكم. ونجد أنك عندما تلملم فقه المقاصد تدرك الأحكام التشريعية إدراكا صحيحا بعيدا عن التجزئة الجزئية. النقطة الثانية أن كل ما أمر الله عز وجل به فيه مصلحة تعود إلى الإنسان، وأن كل ما نهى الله عز وجل عنه فيه مفسدة تعود إلى الإنسان. النقطة الثالثة، الداعية لابد أن يتكون فقهيا من عدة أنواع من الفقه، يتكون بعدة أنواع لابد من دراستها. يعني لا يكفي ونحن نريد أن نجدد، والتجديد هنا لا نجدد أصول الإسلام، إنما نحن نريد أن نجدد. ومن أنواع التجديد أن نجدد العرض، كيف نعرض شرع الله عز وجل على الناس، كيف نعرض هذه الأحكام التشريعية بحيث إنها تتقبلها العقول ويتذوقها الوجدان. لابد للداعية من أن يدرس أنواعا من الفقه، لابد أن يدرس فقه السنن الكونية والسنن المجتمعية، لابد أن تدرس سنة الله في الكون، ولابد أن تدرس سنة الله في الناس عبر القرون منذ خلق الله عز وجل آدم إلى يومنا هذا أو إلى يوم القيامة. لابد أن يدرس الداعية ما يسمى بفقه الموازنات، كيف توازن بين المصالح بعضها وبعض، وكيف توازن بين المفاسد بعضها وبعض، وكيف توازن بين المصالح والمفاسد. أنت عندما تخبر الناس بحكم تشريعي لابد أن توازن بين المصالح وأن توازن بين المفاسد. بهذه المناسبة بعض الناس يتكلم لماذا تغلق المساجد ونحن نعيش في هذه الأيام في وباء هذا الداء الوبيل الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا. تغلق المساجد لأن جماهير الفقهاء يقولون بأن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلوات سنة، أما المحافظة على النفس الإنسانية فهي ضرورة من الضروريات الست أو من الضروريات الخمس، من هذه الضروريات التي جاءت في كل الرسالات السماوية، المحافظة على النفس الإنسانية. فهنا تحدث موازنة، موازنة بين محافظة على نفس أمر الله عز وجل بصيانتها وأمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، وبين أن تذهب إلى المسجد لكي تصلي الصلوات
الخمس فتأخذ ثواب السنة. فهنا لابد في فقه الموازنات أن نقدم المحافظة على النفس تقدم على كثير من الفرائض وتقدم على كثير من السنن. وعلماء السلف قديما قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. بعض الناس يريد أن يحدث معارك جزئية في فهم السنة النبوية لأنه لم يتسلح بالفهم المقاصدي للسنة النبوية. فنحن نريد أن ندرس فقه الموازنات لأنه فرع من فقه المقاصد، أن نوازن بين المصالح، المصلحة الأعلى والمصلحة الأدنى والمصلحة الوسطى، أن نوازن بين المفاسد وأن نوازن بين المصالح وبين المفاسد. ولعل من القواعد المشهورة عند الناس أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كان ذلك يحتاج إلى نوع من التفصيل. لابد كذلك من أن ندرس فقه الأولويات، وهو يعني أن نضع كل حكم شرعي في موضعه في مرتبته، كما قلت أن نضع الفرض في محله وأن نضع السنة في محلها، فلا نصعد بالسنة لتكون في مكان الفرض ولا ننزل بالفرض ليكون في مكان السنة. شجرة الإسلام إنها شجرة فيها أولويات وفيها أحكام ينبغي أن يلتزم الناس بها على وجه الجزم، وأحكام يلتزم الناس بها على وجه الظن، وهناك سنن الإنسان ليس ملتزما بها في كل جزئية من الجزئيات. ومن هنا لابد أن ندرس فقه الأولويات. فقه الأولويات أننا نقدم بعض الفرائض على بعض، وفقه الأولويات أننا نقدم الفرض على السنة. وأعود فأكرر بأننا لابد أن نقدم المحافظة على النفس على ثواب سنة الصلاة في المسجد. وهنا لابد للفقيه أن يدرك هذه الأنواع من الفقه. أحب أن أنبه إلى أن الأحكام التشريعية لا تستند على عواطف الناس، العلم لا يستند على عواطف الناس، إنما الأحكام التشريعية تستند إلى القرآن الكريم أولا، ثم إلى السنة النبوية ثانيا، ثم إلى القياس وإلى المصلحة وإلى الاستحسان مما هو معروف في أصول الفقه. فالداعية لابد أن يدرس أصول الفقه وأن يدرس قواعد الفقه وأن يدرس الفقه بهذه الأنواع المتنوعة التي ذكرتها، أن يدرس فقه المآلات، فقه المآلات النتائج المترتبة على الفعل. فالله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنت مأمور أنك لا تسب حتى الأصنام، لا تسب أي آلهة يعبدها الناس في الأرض، لا لكونها حقا بل لأن سبك لهذه الآلهة يفضي إلى أن الآخرين يسبون الله عز وجل. فدرءا لهذه المفسدة فإننا نقول نهينا أن نسب هذه الآلهة وهذه الأصنام، وهذا ما جاء صريحا في القرآن الكريم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، والفاء للترتيب والتعقيب، يترتب على سبك لآلهة الآخرين أو لدين الآخرين أو لشعائر الآخرين، يترتب على ذلك أنه هو الآخر يقوم بالسب، فنصل إلى المفاسد ونصل إلى الفتن. ومن هنا جاء الفقهاء بفقه ما يسمى فقه المآلات، النتائج المترتبة على هذا الفعل. الداعية من حرصه على الشريعة الإسلامية حسب ظنه قد ينهى عن المنكر، لكن أنت تنهى عن المنكر قد يترتب في نهيك عن هذا المنكر منكر أكبر. فقه المآلات يقول لك في هذه الحالة لا تنهى عن المنكر، قد يترتب على أمرك بالمعروف ضرر أكبر. الشريعة الإسلامية
وفقه المآلات يقول لك بأنك لا تأمر في هذه الحالة بالمعروف. إذن النقطة الثالثة أننا لابد أن نلم بأنواع من الفقه، فقه الموازنات وفقه المآلات وفقه السنن في الكون وفي المجتمعات وفقه الواقع وفقه النوازل المستجدة، أي الأمور التي تستجد وتطرأ على حياة الناس مما ليس فيها قول معلوم لأئمة الشريعة الإسلامية في القديم. وهنا لابد من خلال هذه الأدوات التي تكون في ذهنية الداعية وفي ذهنية الفقيه، لابد أن يعمل هذه الأدوات لكي يخرج للناس الحكم الذي يتناسب والمصلحة. نعود إلى النقطة الأهم، ما المراد بفقه المقاصد؟ عنوان الكتاب معنا الفهم المقاصدي للسنة النبوية. فقه المقاصد باختصار شديد، مقاصد الشريعة أو فقه المقاصد معناها الحكم والأهداف التي تأتي من وراء الأوامر التي أمر الله عز وجل بها والمنهيات والمباحات. الحكمة، الهدف، الثمرة المترتبة على تشريع الحكم. بالمثال يتضح الكلام، الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم بالقصاص. القصاص ما علته؟ قتل عمد عدوان، يعني الإنسان عندما يقتل إنسانا آخر عامدا متعمدا فالشريعة الإسلامية تأمر بالقصاص. والله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن ما العلة التي شرع من أجلها القصاص؟ القتل العمد العدوى. طب ما الحكمة؟ ما الهدف الذي من أجله شرع الله عز وجل القصاص؟ المحافظة على النفس. فأنت عندما ترى أنك عندما تقتل إنسانا عامدا متعمدا أنك سوف تقتل، فإنك تمتنع عن الإفساد في الأرض وتمتنع عن القتل. إذن هناك علة وهناك حكمة. العلة كما في أصول الفقه هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، أما الحكمة فهي الثمرة التي تأتي من وراء الحكم. الله عز وجل فرض الصيام على المسلم القادر البالغ المقيم الذي شهد الشهر، لأن الله يقول لنا في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أنت تصوم إذا كنت صحيحا، إذا كنت مقيما، وإذا علمت بأن شهر رمضان قد دخل. لكن أنا مسافر، الشريعة الإسلامية ترخص لك الفطر وأنت مسافر. ما العلة التي من أجلها شرع الله عز وجل الفطر للمسافر للسفر؟ لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما الحكمة التي من أجلها رخص الله عز وجل الفطر للمسافر في نهار رمضان؟ الحكمة دفع المشقة. إذن الله عز وجل يريد أن يدفع عنك المشقة، ومن هنا رخص لك أن تفطر في نهار رمضان وأنت مسافر. أما العلة فهي السفر. ومن هنا فإن فقهاء الشريعة الإسلامية ربطوا الأحكام بالعلل ولم يربطوا الأحكام بالحكم. ما السبب؟ السبب أن العلل أمور منضبطة، أما الحكم فهي أمور نسبية. يعني السفر أمر منضبط، كل من يسافر في نهار رمضان فإن الشرع الشريف يجيز له ويرخص له أن يفطر في نهار رمضان. السفر أمر منضبط، لكن المشقة أمر نسبي. ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية لم تربط رخصة الإفطار في نهار رمضان بالمشقة، لأن المشقة مختلفة. ففي السفر
هناك ناس مرفهون يجدون الراحة في السفر، وهناك ناس يجدون المشقة في السفر. فلما كانت المشقة من الأمور النسبية لم يربط الشرع الحكم بالأمر النسبي، إنما ربط الحكم بالأمر المنضبط، بالأمر المضطرد. ومن هنا ربط الله عز وجل الحكم أو الرخصة في نهار رمضان في السفر، ربط الحكم بالسفر للمسافر، ولم يربط الحكم بالمشقة. إذن عندنا في الشريعة الإسلامية في أصول الفقه عندنا علة وعندنا حكمة. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، أما الحكمة فهي الثمرة والهدف الذي من وراء الحكم. لماذا يا رب شرعت لنا رخصة الإفطار للمسافر في نهار رمضان؟ لأن الله عز وجل يريد أن يرفع عنا الحرج وأن يرفع عنا المشقة. هنا فرق بين العلة وبين الحكمة. وإذن الحكمة هي المقصد، ففقه مقاصد الشريعة يعني الحكم أو الأهداف أو الغايات التي تأتي من وراء الأوامر والنواهي والمباحات، الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، والمنهيات التي نهى الله عز وجل عنها، والمباحات التي يستوي فعلها وتركها. لو أن الداعية أو الفقيه تأمل في كل ما أمر الله عز وجل به سيجد أن هناك مصلحة، ويجد أن هناك ثمرة، وأن هناك غاية من شرعية هذا الحكم. لكن أعود وأنبه إلى أن هذه المصلحة التي تكمن من وراء النص أو من وراء الأمر أو من وراء الشيء المباح إنما تعود على الإنسان المكلف ولا تعود على الله عز وجل بشيء، لأن الله غني عنا وعن عبادتنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من تأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل شرع الكثير من الأحكام التشريعية وبين الحكمة وبين الغاية وبين المصلحة من شرعية هذه الأحكام. يقول مثلا عن بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الهدف والغاية التي تعود على الناس من بعثة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم قال لنا كما في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. ونجد أن الله عز وجل يعلل فرضية الصلاة على الناس فيقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونجد أنه يعلل فرضية الزكاة على القادر فيقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نجد الكثير والكثير في الأحكام التشريعية في آيات القرآن الكريم جاءت معللة وجاءت تبين الحكمة وتبين المصلحة التي تعود إلى الإنسان وتبين الغاية وتبين الهدف. كذلك في السنة النبوية كما سندرس فيما بعد في الأمثلة التطبيقية. نحن نتكلم الآن في الجزء النظري، بعد ذلك ننتقل في محاضرات أخرى إلى الجزء التطبيقي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أنا عرفت المقاصد وأنها الغايات والأهداف التي تأتي من وراء النص الذي أمر الله به أو نهى الله عز وجل فيه عن شيء. كيف نصل إلى هذه المقاصد؟ كيف يتدرب الداعية أو الفقيه لكي يصل إلى هذه المقاصد التشريعية؟ طريقان اثنان ذكرهما علماء المقاصد لكي نصل إلى المقصد من كل حكم شرعه الله عز وجل. المقصد الأول أو الطريق الأول
تتبع النصوص المعللة في القرآن والسنة. الله عز وجل عندما نقرأ في القرآن الكريم يأتي بنصوص كثيرة معللة، ساعات تأتي بحرف العلة، يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك جاء بأداة التعليل ليبين لنا الحكم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا معلل لكن ليس بأداة تعليل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما ذكرت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عندما نقرأ القرآن الكريم ينبغي أن نعمل عقولنا في هذه العلل التي ذكرها الله عز وجل. والله عز وجل يرتب في القرآن الكريم المعلولات على عللها والمسببات على أسبابها، ويبين لنا النتائج المترتبة على المقدمات، ويبين لنا الغايات والأهداف في كثير كثير جدا في القرآن الكريم. الطريق الثاني لكي نصل، يبقى الطريق الأول لكي نصل إلى المقصد أننا نتتبع النصوص المعللة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وكما قلت سنعرض لهذا فيما بعد في الكثير والكثير من الأمثلة. الطريق الثاني أننا نتتبع الأحكام الجزئية، نجمع الأحكام الجزئية فنجد أو نصل إلى المقصد الكلي من وراء هذه الأحكام. فنجد أن الله عز وجل ينهى في القرآن الكريم وينهى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية عن أشياء كثيرة. نبحث في هذه المنهيات فنصل إلى أمر كلي هو المقصد. لماذا نهى القرآن عن هذا الحكم؟ لماذا نهى القرآن عن أكل الربا؟ لماذا نهى القرآن عن الفواحش؟ لماذا نهى القرآن عن القذف؟ لماذا نهى القرآن عن شرب الخمر؟ لماذا نهى القرآن عن الموبقات؟ نجد أن الهدف الكلي من هذه الجزئيات في هذه المنهيات هو رفع الضرر عن الناس، درء المفسدة عن الناس. فمن هنا نصل إلى المقصد، نصل إلى المقصد من هذا الأمر الجزئي، نتتبع الجزئيات للوصول إلى المقصد الكلي. وهذه الطريقة الثانية هي التي نبه عليها الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه، ونبه عليها الشاطبي في كتابه الموافقة. إذن نحن عرفنا الآن أهمية المقاصد في تكوين عقلية الداعية، وعرفنا الآن أن كل الأوامر تعود بالمصلحة على الإنسان، وكل النواهي تعود بالمفسدة على الإنسان، لذلك دفعها الله عز وجل. وعرفنا أن هناك أنواعا من الفقه تستظل بمظلة المقاصد، فيتفرع من المقاصد فقه الموازنات، فقه المآلات، فقه الواقع، فقه السنن إلى آخره. وعرفنا أن المراد بفقه المقاصد الغايات والأهداف التي تكمن من وراء النصوص أو من وراء مشروعية الأحكام التشريعية. وعرفنا كيف نصل إلى مقصد الشرع، أو ما الطريق الذي به نصل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. فوجدنا أن الطريق الأول تتبع النصوص المعللة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ووجدنا الطريق الثاني هو تتبع الأحكام الجزئية للوصول إلى المقصد الكلي. هناك في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالكليات أو ما يعرف بالضروريات. الضروريات كثير من العلماء من قديم حصروها في خمس: المحافظة على الدين والنفس
والعقل والمال والنسل، هذه خمسة. جاء الإمام القرافي من فقهاء المالكية وزاد أمرا سادسا ألا وهو المحافظة على العرض، وهي في الحقيقة هذه الزيادة من الإمام القرافي زيادة معتبرة وزيادة لها نظرة فاحصة. نتساءل لماذا زاد الإمام القرافي مقصد العرض؟ نجد أولا لأمرين. الأمر الأول أن المحافظة على أعراض الناس ذكرت كثيرا في الأحاديث النبوية، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نجد أن النصوص الشرع تأمر الناس بالمحافظة على الأعراض، فأعراض الناس حفرة من حفر جهنم. لا تلوك بلسانك أعراض الناس وتقدح في زممهم وفي شرفهم بدون بينة قاطعة تتبينها. من هنا نجد أن هناك عدة أحاديث تأمر الناس بألا يخوضوا في أعراض بعضهم بعضا. ثم نجد أن الشريعة الإسلامية شرعت حدا في الاعتداء على الأعراض. لما نظر الإمام القرافي إلى هذه الأحاديث النبوية وإلى آيات القرآن الكريم التي تنهى عن قذف المحصنات، وجد أن الشريعة الإسلامية تهتم اهتماما بالغا بالمحافظة على أعراض الناس، ووجدنا أن الشريعة الإسلامية تقيم الحد على قذف أعراض الناس. من هنا أي من هذين الأمرين زاد الإمام القرافي رضي الله عنه مقصدا سادسا ألا وهو العرض. في عصرنا هذا زاد بعض الفقهاء وبعض المشتغلين بالفكر الإسلامي زادوا عدة أمور في مقاصد الشريعة. قالوا المقاصد لا تقف عند خمس كما ذكر الأقدمون، ولا تقف عند ست كما ذكر الإمام القرافي، بل زادوا الحرية والمساواة والإخاء والتكافل وحقوق الإنسان وما يتعلق بالدولة من حفظ أمنها ومن حفظ حدودها ومن عدم بث الفتنة فيها. هنا وجهتان أو هنا اتجاهان. اتجاه يقول لابد أن نقف عند المقاصد عند الخمس التي ذكرها الفقهاء الأقدمون. طيب، والحرية والإخاء والمساواة والتكافل وحقوق الإنسان، قالوا كل ذلك يدخل في المحافظة على مقصد الدين، فالدين يأمر بالإخاء، والدين يأمر بأنك لابد أن تحافظ على حقوق الإنسان، والدين يأمر بالتكافل الاجتماعي، والدين يأمر بالمساواة بين الناس في الحقوق وفي الواجبات، والدين يأمر بالحرية، والدين يأمر بالعدل، فكل هذا يدخل في ضمن الدين. وأمن الوطن، يقول فقهاؤنا ومشايخنا بأن الأمن في الوطن وعاء للدين، بمعنى أنه لا يمكن أن نقيم شعائر الله في بلد من البلدان إلا إذا كنا في وطن آمن. فالوطن هو الوعاء
الذي يحتضن هذا الدين. فأنت لا تستطيع أن تقيم شعائر الله عز وجل في بلد لست فيها آمنا. ولعل بعضنا مر بهذه التجارب منذ سنوات، كيف نذهب إلى المساجد وكيف نصلي في وطن غير آمن؟ كيف نحافظ على أعراض بناتنا ونسائنا وأمهاتنا في بلد غير آمن؟ كيف نحافظ على أنفسنا في بلد غير آمن؟ كيف نحافظ على أموالنا في بلد غير آمن؟ إذا فقد البلد الأمن فإنك لا تستطيع أن تحافظ على هذه الضروريات الخمس. البلد غير الآمن لا يمكن أن تحافظ فيه على دينك ولا على نفسك ولا على عقلك ولا على عرضك ولا على مالك. إذن أمن الوطن هو الظرف الذي يحتضن هذه المقاصد الخمس أو مقاصد الشريعة الإسلامية. بدون ذلك لا يمكن. كل فعل كلف الله عز وجل به الإنسان لابد فيه من أمرين لكي يحدث هذا الفعل، لابد من زمن ولابد من مكان. أنا عندما أكلف بالصلاة لابد من دخول الوقت ولابد من مكان أصلي فيه. أنا عندما أكلف بالزكاة لابد من حولان الحول، لابد من الزمن وأن أخرج الزكاة في بلد يعيش فيه الناس. الصيام لابد فيه من زمن، وهو كما قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأن أكون مقيما في بلد، وهكذا سائر الأحكام. حتى قال إمام الحرمين رضي الله عنه بأن أمن الإنسان مقدم على فريضة الحج. إذن الأمن في البلد هو الوعاء الذي لا يمكن أن تحدث فيه المحافظة على مقاصد الشرع إلا من خلال هذا الأمن. إذن هناك نظرة لبعض الفقهاء ترى أن المحافظة على أمن الدولة هو الوعاء الذي نقيم فيه هذه الشعائر، والوعاء الذي من خلاله نحافظ على مقاصد الشرع. وهناك نظرة أخرى يتبناها معالي وزير الأوقاف بأن أمن الدولة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، والأمر لا يخرج عن الاجتهاد، كما زاد كثير من الفقهاء المعاصرين الحرية والمساواة والإخاء والتكافل الاجتماعي، زاد البعض الأمن في هذا البلد. فالأمن مطلوب، إما أنه وعاء لهذه المقاصد وإما أنه مقصد قائم برأسه. المهم أن المقاصد تستطيع أن تقول خمس كما قال الأقدمون، تستطيع أن تقول ست كما قال القرافي وزاد المحافظة على العرض، تستطيع أن تقول سبع كما زاد وزير الأوقاف مقصد الأمن للوطن، وتستطيع أن تقول غير ذلك كما ذكرنا من الحرية ومن المساواة ومن إلى آخره. هناك مناقشات في كتب المقاصد لا نحب أن ندخل فيها، فنحن قلنا بأن الإمام القرافي رضي الله عنه زاد مقصد العرض المحافظة على العرض، لكن جاء الطاهر بن عاشور وهو علامة المقاصد في القرن الأخير وقال أو رفض زيادة مقصد العرض. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة في غاية الأهمية، وهو هناك عندما قرأنا في الشريعة الإسلامية وقرأنا في الفكر المعاصر وجدنا هناك مدارس. المدرسة التي ينبغي أن نلتزمها وأن نحافظ عليها وأن نتبناها هي المدرسة الوسط. ما معنى المدرسة الوسط؟ أي المدرسة التي تأخذ بمقصد الشرع وتأخذ بالنص. الحديث عن هذه المدارس مدارس ثلاثة. هناك مدرسة
لا تلتفت إلى مقصد الشرع ولا تنظر إليه. هذه المدرسة تنظر فقط إلى النص وإلى ظاهر النص دون أن تعمل العقل ودون أن تلتفت إلى المقصد من وراء النص ودون أن تنظر إلى الرأي ودون أن تنظر إلى الهدف ودون أن تنظر إلى الغاية. هي نظرها قاصر على النص فقط، وسوف نضرب أمثلة فيما بعد كما قلت لهذه المدرسة التي لها جذور في القديم، وسنجد أن الفكر المتطرف وأن الفكر المنحرف انبثق من هذه النظرة وانبثق من هذه المدرسة من قديم. هناك مدرسة لا تلتفت إلى النص، المهم المقصد، وتريد في هذا الوقت أن تقضي على كثير من الأحكام القطعية الثابتة عبر القرون، لأنها تنظر إلى المقصد فقط. من بين هاتين المدرستين المدرسة الوسط التي يتبناها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وتتبناها المؤسسات المعتدلة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. هذه المدرسة تأخذ بالنص وتنظر إلى المقصد، تأخذ بالنص وتعمل الفكر وتعمل العقل، ومن هنا يأتي التجديد، بمعنى أننا نزيل الغبار عن شرعنا الحنيف ونزيل الأتربة عن الأحكام الربانية التي شرعها الله عز وجل، كما قلت في بداية المحاضرة شرعها الله عز وجل لمصلحة الإنسان. لعل واحدا يقول تبني هذه المدارس هكذا كل يتبنى؟ لا، نحن نتبنى في الأزهر الشريف وبالتالي تتبنى وزارة الأوقاف هذا النهج الوسطي، لأنه النهج الذي تؤيده العقول وتؤيده النصوص وتؤيده فطرة الإنسان، وذكره العلماء من قديم عندما نقرأ في السنة النبوية وعندما نقرأ في القرآن الكريم نجد أن مراعاة المقصد وأن مراعاة الهدف أمر مطلوب. إذن نحن أمام مدارس ثلاثة، مدرسة هي مدرسة لها جذورها في الظاهرية القديمة، ومدرسة هي تريد أن تغفل النصوص التشريعية ولا تنظر إلى الشريعة الإسلامية، وهناك مدرسة أخرى وسط تأخذ بنصوص الشرع وتحافظ في الوقت نفسه على مقاصد الشرع. فإن هذه المدرسة تقول يجب إخراج الزكاة وفي الوقت نفسه حتى يتطهر الإنسان من حبه للدنيا ومن حبه للمال وألا يصير الإنسان عبدا للمال، هذه المدرسة تقول لابد أننا نصوم ولابد أننا نتقي الله، لأن الغاية والهدف من مشروعية الصيام كما ذكر القرآن الكريم، الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الكلمة القرآنية الربانية لعلكم تتقون هي الهدف، فنحن أخذنا بالنص الذي أمرنا الله بالصيام كتب أي فرض عليكم الصيام، وأخذنا في الوقت ذاته بالمقصد بالهدف وهو تقوى الله عز وجل. وهكذا هذه المدرسة تلتزم بالأمرين جميعا، وهنا يقف اللسان عن الكلام إلى أن نلتقي بكم في محاضرة أخرى في الفهم المقاصدي للسنة النبوية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.